طب ولازمتها ايه يابا؟ ما كنا نخلص وقتي. انا هرش المعلم فؤاد عمل كده ليه؟ ليه يا قوي زمانك؟ عشان ما حدش يحقه في اللي عمله بعد كده. يعني المعلم فؤاد اخويا خايف من شويه جرابيع زي الواد ده وصاحبه ولا ايه؟ وشرف امك، لا انت ويك صح يا معوض الكلب. امي يا حيلة امك، على حرام من ديني لنفخك يا صلاح ابن سلطان. طب هات اخرك بقى يا كلب قبل ما يجي يومي واجيب انا اخر. لا يا ما انت بتعرف تجيب من الاخر. هو انت فاكر ان صاحبك هيرفرف عليك من السقف يخلصك من ايدي ولا ايه؟ خلاص بقى يا معوض، خلاص بقى يا جدع. طب علان حرام اول ما اقوم من هنا هات لك جنيه تطيبك على الارض يا كلب. لا يا ما انت راجل يا ما بتعرف تاكل جنيه. انا راجل وفكني وانا اوريك. حرام من ديني لعلقك انت وصاحبك هنا. يلا يا بقى يا ابن الكلب. بس يا ابن سلطان النسوان يا كلب.